لدى اطلاع سموه على خطط التطوير في الاعلام الرسمي على الصعيد التلفزيوني والاذاعي والاخباري، وجه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء المقر الى ضروره ان يكون الاعلام الرسمي على مستوى متقدم تقنيا واجهزه لتواكب التطور النوعي الذي يشهده العالم في الاعلام، وبالشكل الذي يمكنه من ايصال الصوره الحقيقيه لمملكه البحرين وانجازاتها حقوقيا وسياسيا واقتصاديا دون بتر او تشويه، بما يعزز قدرته على التصدي لمن يحاول عبر الاعلام الانتقاص من هذه الانجازات الكبيره. وحث سموه على تبني المبادرات التي تكفل اجراء تطوير نوعي في الباقه البرامجيه التلفزيونيه والاذاعيه للاعلام الرسمي لتكون في المستوى الذي يرضي رغبات وطموحات المواطن في ظل أجواء الحرية والشفافية التي تنتهجها المملكة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، والتي ينبغي أن يكون إعلامنا الوطني أول المستفيدين من فضاءاتها وما تفتحه من مجال واسع للإبداع والتميز. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد عقد اجتماع عمل صباح اليوم اطلع سموه خلاله على خطط التطوير في المؤسسة الإعلامية الرسمية، واستمع سموه إلى شرح من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بشأن مبادرات التطوير التي تبنتها وزارة شؤون الإعلام على الصعيد التقني، وذلك في الحقل التلفزيوني والإذاعي والإخباري وفيما يتعلق بتهيئة الكوادر الوطنية تنفيذا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب. وخلال الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها تطوير المؤسسة الإعلامية لتمكينها من مواكبة التطورات في عالم الاتصال على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأكد سموه أن الحراك السياسي والديمقراطي والحقوقي وأن التطور التنموي الشامل الذي تشهده المملكة يجب أن يتواكب معه إعلامنا ديناميكيا ويقوم على الفعل لا ردة الفعل ليعكس بحرفية هذا التطور ويوصله للعالم بمختلف وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية. وحث سموه على الاعتناء ببرامج التطوير والتدريب للكوادر العاملة في الإعلام الرسمي، فهي كانت ولا زالت الثروة الحقيقية لهذه المؤسسة الإعلامية الوطنية لما تتميز به من حب للعمل والإنجاز والإبداع والتميز. وأكد سموه بأن الثقة كبيرة في الكادر الإعلامي الوطني بقيادة وزير شؤون الإعلام على الاطلاع بدور أكبر في مسيرة العمل الوطني، منوها سموه بما يمتلكه وزير الإعلام من خبرة وقدرة على قيادة المؤسسة الإعلامية الرسمية نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالشكل الذي يلبي طموحات الجميع. وقد أشاد وزير شؤون الإعلام بهذه المناسبة بالدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الإعلامي ووزارة شؤون الإعلام من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وأكد أن وزارة شؤون الإعلام ستواصل مسيرتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي من خلال تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وصقلها لتكون قادرة على تحمل المسؤولية وإيصال الرسالة الإعلامية الوطنية إلى العالم.